مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، كالعاده عايزين نطمن من خلالك على كل جديد برنامج فريق النادي الاهلي في اليوم الاول، اهم الاحداث اهم التفاصيل، وبالتحديد فيما يتعلق كمان بالمران الاول اللي كان النهارده الصبح. ايه الجديد عندك يا كيمو؟ يعني في البدايه نقدر نقول اول حاجه طبعا نقول هارد لك لمنتخبنا الوطني. اتكلمت في نقطه مهمه جدا الحقيقه زميلي امير، عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متواجده، والجانب النفسي مهم جدا في هذا التوقيت. ما يميز الجهاز الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ هو هذا الامر، ان لابد يكون في شغل كبير جدا من الجانب النفسي وعوده اللاعبين وتجديد الرغبه بشكل كبير وتجديد الدوافع اكبر كمان ان شاء الله لهذه المباراه الهامه جدا، وهي مباراه الرجاء زي ما احنا عارفين يوم الاربعاء ان شاء الله على ملعب احمد بن علي هنا في قطر. كل الاجواء يا امير الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب ومطمئنه، وبتدينا دوافع كبيره جدا وبتدينا امل ان شاء الله ان احنا باذن الله ان شاء الله مع التركيز اللي احنا شايفينه مع اللاعبين مع كل التحضيرات الخاصه الاداريه والفنيه ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء مع حضور جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون بكثافه كبيره جدا في ملعب احمد بن علي، يكون سبب فوز كعاده جمهور النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله الدور الاكبر يكون للجهاز الفني. احنا منتظرين يا امير في هذه اللحظات عوده فريق النادي الاهلي او عوده اللعيبه طبعا اللي انهت المباراه، طبعا كل اللعيبه على وشك الوصول، لكن لسه حتى هذه اللحظه لم يصلوا الى فندق الاقامه وينضموا لبعثه فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله في خلال الساعات القادمه يكونوا متواجدين وينضموا مع فريق النادي الاهلي ليخشوا بقى في جو المباراه، وان شاء الله باذن الله مع اكتمال الصفوف ومع العدد يكون كامل ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي كل الامور تكون في صالحنا ان شاء الله زميلي امير. النهارده طبعا نقدر نقول اليوم الثاني لفريق النادي الاهلي هنا في الدوحه، نقدر نقول امس ما كانش في تدريبات، انت عارف طبعا بعد رحله الطيران وتوجهنا مباشره على فندق الاقامه. النهارده بقى اليوم الطبيعي الخاص بفريق النادي الاهلي كان الفطار صباحا، توقيتات طبعا باكد كل مره ان انا بتكلم عليها هي توقيتات الدوحه، 9 صباحا طبعا كان فطار لفريق النادي الاهلي، والتدريب النهارده كان صباحي. يعني اقدر اقول لك النهارده فريق النادي الاهلي 10 وربع طبعا بتوقيت الدوحه توجه الى ملعب الارسال، وهو ملعب جيد جدا الحقيقه، امتاز بارضيه الملعب حاجه رائعه ومميزه جدا، وده كان اول تدريب لفريق النادي الاهلي. انت عارف زميلي امير اليوم الاول والتدريب الاول بيدي رساله كبيره جدا، وبيبان مدى حاله تركيز اللاعبين ومدى ايضا كمان فكر الجهاز الفني وتحضيره للمباراه الهامه جدا والمرتقبه طبعا زي ما احنا عارفين وهي مباراه الرجاء. النهارده طبعا كانت فقرات تدريبيه متنوعه لفريق النادي الاهلي، بدأها طبعا كابيلو مخطط الاحمال بجزء بدني بسيط، لكن اقدر اقول لك في النهايه كانت تقسيمه ما كانتش تقسيمه قويه على قد ما كان تقسيمه فيها تكتيك كبير جدا وفيها جمل تكتيكيه وشغل عالي جدا لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. اوقف التدريب اكتر من مره، الراجل بيحاول ضغط في تلت الملعب الامامي، ازاي هنضغط بمربعات بمثلثات، امور عديده جدا الحقيقه. واضح ان الجهاز الفني مذاكر بشكل كبير جدا، بيتفرج وعلى طول عنده ابديت كبير جدا لفريق الرجاء لكل المباريات الاخيره، وتحديدا كمان الثغرات ونقاط القوه والضعف، السرعات هتبقى ازاي، الارتكاز، خط الظهر. النهارده الراجل اشتغل بشكل كبير جدا. النهارده احنا عارفين التدريبات بتكون ساعه ساعه ونصف، النهارده التدريب وصل الى ساعتين، في ساعتين ما كانش فيهم جرعات بدنيه على قد ما كان فيهم كلها كوره وكلها شغل تكتيك. انهى كمان من بيتسو موسيماني التدريب بركلات ترجيح لعدد من اللاعبين، الراجل بيختار بعض العناصر. النهارده شفنا تألق الحقيقه حسين الشحات، وليد سليمان، محمد هاني، كريم فؤاد، عدد كبير من اللعيبه النهارده في ركلات الكرات الثابته تحديدا كمان كان ليهم دور كبير جدا، ومصطفى شوبير الحقيقه كمان كان متألق الحقيقه في هذه التدريبه، وايضا كمان علي لطفي وحمزه علاء. الاجواء طيبه جدا، لكن احنا منتظرين في كل مره باكد على هذا الامر، منتظرين ان احنا نشوف لعيبتنا اللي جايه من المنتخب، لان الاجهاد كبير والمجهود كان اكبر جدا. النهارده بدر بنون لم يشارك في التدريب، الناس اتكلمت وقالت بدر ليه ما شاركش، هل بدر عنده اصابه؟ الامر خاص طبعا بالجهاز الفني والجهاز الطبي، بيحاول الجهاز الفني والجهاز الطبي ان يدوا له اكبر قسط من الراحه لاستعاده طبعا القوى البدنيه، لان المجهود كان كبير جدا تحديدا لبدر بنون. كابتن الفريق بيتكلم بشكل كبير جدا مع لعيبته، عارف اهميه المباراه وعارف اهميه المرحله، ويمكن كمان بدر هيبقى استعانات كبيره جدا مع اللاعبين لفريق الرجاء. النهارده بدر بنون مع النادي الاهلي، فيمكن هيتكلم على ثغرات، هيتكلم على نقاط القوه والضعف، هيتكلم ازاي فريق الرجاء بيفكر امتى، كل الامور دي الحقيقه بدر بنون بخيمته الكبيره مع فريق النادي الاهلي هيكون ليه دور كبير جدا، زي ما أكد على كل كباتن الفريق، وليد سليمان، ايمن اشرف، الشناوي، كل اللعيبه الحقيقه، حمدي فتحي، السوليه، مش عايز انسى حد، لكن كل اللعيبه الحقيقه كباتن فريق النادي الاهلي لهم دور كبير جدا في هذا الامر، ان هم يهيئوا اللعيبه اللي راجعه من المنتخب بشكل كبير جدا، وايضا كمان يجددوا الدوافع لكل اللعيبه في هذا التوقيت وفي المباراه تحديدا. ايضا كمان يا امير اطمنك على احمد عبد القادر وكريم فؤاد، يمكن انا طبعا اتكلمت عليهم امس مدى جاهزيتهم، اكدت لك على جاهزيه كريم فؤاد، النهارده شارك في التدريب بالكامل، خلاص هي كانت كاتبه وانتهت، واكدت لك على ان
التضحيات لابد تكون موجوده في هذا التوقيت لكل لاعبي النادي الاهلي. لكن هو احمد عبد القادر طبعا نقدر نقول لسه، يعني مش عايزين طبعا نتكلم على عودته في المباراه يكون متواجد على القائمه، لكن النهارده نقدر نقول اشتغل شغل كوره شويه. كان اول مره النهارده نشوف احمد عبد القادر بيشتغل شغل كوره طبعا مع الجهاز الطبي بالكامل، لكن من الواضح ان ممكن كمان لسه يكون في يومين ثلاثه على ان يدخل التدريب بالكامل طبعا مع فريق النادي الاهلي. وجوده في القائمه من عدمه ده امر طبعا لم يحسم حتى هذه اللحظه، لان الجاهزيه الطبيه هي الاهم طبعا من الجاهزيه الفنيه. وايضا كمان بالنسبه لمحمود متولي، يمكن محمود متولي النهارده تواجد في احد المراكز الطبيه واكدنا على هذا الامر وقلنا دور كبير من مجلس اداره النادي الاهلي وتنسيق على اعلى مستوى مع الجهاز الطبي. ان شاء الله باذن الله يكون فحوصاته وتكون كل الامور الخاصه بيه متولي ويرجع من جديد يشارك مع فريق النادي الاهلي. لكن طبعا منتظرين طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله يدينا طبعا الريبورت الخاص بالفحص المتولي، الامور بالنسبه له ايه، التشخيص كان ايه بالنسبه للاصابه. لكن بطمنك عليه بشكل كبير جدا وبطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله متولي يرجع نفسيا ويرجع بدنيا وذهنيا ان شاء الله خلال المرحله القادمه وخلال الايام القادمه ان شاء الله. يمكن احنا اتدربنا زي ما قلت لك امير النهارده على ملعب الارسال، لكن غدا هيكون الملعب مختلف. ملعب الغد هيكون ملعب الاجلة، ايضا يقرب من فندق الاقامه ب 9 او 10 دقائق، الملاعب قريبه جدا من فندق الاقامه وده امر مهم جدا. النهارده كمان يمكن يوم الوطني هنا في الدوحه في زحام كبيره جدا، لكن الحمد لله ان احنا كان تدريبنا صباحي، لكن الحمد لله امير باكد لك على الامور طيبه جدا لفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه. الكابتن محمود الخطيب متواجد لحظه بلحظه، الكابتن سعيد عبد الحفيظ، يبقى بس توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله ونطمن على لعبتنا. وبكره بقى من خلال التدريب يعني من المؤكد ان كل اللعيبه اللي شاركت النهارده امير مع منتخبنا الوطني هتكون ريكفري بالنسبه لها بكره، مش هيشاركوا في التدريب بالكامل، لكن من بعد الغد ان شاء الله باذن الله نشوف حاله اللاعبين بشكل كامل يا امير. يعني كلها امور مهمه جدا في الحقيقه، لكن عايز اسالك يا كريم بخصوص متابعه الفريق ككل، جهاز فني ولاعبين لمباراه منتخب مصر النهارده، ابرز تعليقاتهم بالتحديد عايز التعليقات الايجابيه طبعا مش السلبيه، يعني من خلال تواجدك مع الفريق في مقر الاقامه. يعني نقدر نقول تدريب الصباح كان عشان المباراه، المباراه هنا كانت الساعه 1 ظهرا على طول، طبعا عقب انتهاء المران مباشره توجه كل اللاعبين الى فندق الاقامه، الكل شاهد طبعا وتابع المباراه، اهدرنا فرص عديده كبيره جدا امير، يمكن كل كان بيتكلم على ازاي الفرصه دي لازم تحطها كده، لكن طبعا ركلات الترجيح هي طبعا بتكون فيها باد لك وفي حظ كبير جدا طبعا للفريق المنافس، لكن خلاص نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل، لابد محمد شريف يخرج من هذا الامر. كل اللعيبه قفشه الحقيقه بيأدي اداء رائع جدا، السوليه كل اللعيبه ادت اللي عليها بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، فيمكن بقول لك النهارده كان في تاثير طبعا، كنا بنامل ان احنا نكون متواجدين في المركز الثالث واكثر من كده كمان، لكن لابد الصفحه ان تغلق تماما بالنسبه طبعا لمنتخبنا الوطني، يكون التركيز مع النادي الاهلي في السوبر الافريقي، جمهور النادي الاهلي متواجد هيحضر بنفس العدد الكبير زي ما شفنا جمهور مصر متواجد في المدرجات، الجمهور هيكون متواجد جمهور للنادي الاهلي، الفرحه هتكون في رفع الكاس، ويمكن هو ده الحمل الكبير اللي على اذهان طبعا لاعبي النادي الاهلي، زي ما فرحوا جمهور النادي الاهلي في السوبر الماضي مطالبين ان هم ان شاء الله النهارده باصرارهم الكبير زي ما بناكد في كل مره وجديه اللاعبين نقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نرفع كاس البطوله هنا في الدوحه. الاجواء يا امير طيبه جدا جدا لفريق النادي الاهلي، حاله التركيز شفناها في التدريب النهارده، موسيماني الحقيقه بيتكلم مع كل لعيب بشكل فردي وبشكل جماعي، الراجل بيتكلم نظري عملي، قراءته الفنيه الحقيقه مميزه جدا. طبعا مش عايزين نتكلم على كواليس تشكيل مين هيكون موجود الكلام ده، لان لسه الامور دي في مستجدات كبيره جدا طبعا، كل يوم بنشوف ممكن لعيب يشتكي من حاجه، ممكن حد يكون مجهد، فكل الامور دي ان شاء الله نتركها بقى قبل المباراه ب 24 ساعه نشوف الشكل العام بالنسبه لفريق النادي الاهلي ونطمن على كل لعبتنا. طمن على كل لعبتنا ده امر مهم جدا، لان هي دي طبعا اللي يهم كل جمهور النادي الاهلي، حمدي السليه اكرم قفشه الشناوي كل اللعيبه بدنيا ان شاء الله تكون جاهزه لهذه المباراه اللي بنعمل ان شاء الله تكون من نصيب النادي. طيب اخيرا وسريعا يا كريم عايز اطمن على الاجراءات الاحترازيه، هل بعثه النادي الاهلي داخل فقاعه ولا الاجراءات الاحترازيه في يعني بالتحديد هذه الفتره اقل شويه من ايام مثلا كاس العالم للانديه في قطر، ايه التفاصيل في الجزئيه دي تحديدا؟ لا يعني اقدر اقول لك مقارنه طبعا بكاس العالم والسوبر الماضي لا الامر مختلف، يعني الايام الماضيه او الفتره الماضيه كانت في قاعه كامله طبعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي، لكن الامور في هذا التوقيت يعني ما فيهاش طبعا في قاعه بشكل كامل، لكن طبعا في اجراءات احترازيه، ارتداء الكمامه للدخول والخروج، كل الامور دي بتطبق هنا بشكل طيب جدا، لكن الفقاعه طبعا مقارنه بكاس العالم والسوبر لا الامر مختلف بشكل كبير، وهو ده اللي احنا يعني يعني بيسعدنا بشكل كبير جدا عشان جمهور النادي الاهلي، احنا جمهور النادي الاهلي كان عدد قليل في السوبر، المره دي ان شاء الله باذن الله يكون جمهور النادي الاهلي يزين استاد احمد بن علي وباذن الله ان شاء الله نرفع كاس السوبر يا امير. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا واكيد هنفضل متواصلين معاك على مدار الايام المقبله وان شاء الله ترجعوا لنا بالكاس باذن الله يوم الخميس المقبل بعد انتهاء